انتي ما كتبكي مالك؟ صافي ما تبكيش ما تبكيش، يجي الله رزقك عاوتاني نجيب لك محسن من هذا. صافي يا راجل صافي. بعد مني ديك الساعة قول لي نعطيك انا. السلام عليكم المستمعين ديالنا، اهلا بس عليكم، كلشي بخير، صحه لاباس، الامور جيده، نتمنى الله عز وجل تكونوا في صحه جيده واحوال طيبه. كل ما كيشوف هذا الفيديو ان شاء الله، اللي باقي الله يشوف في القناه اول خطره يفعل الجرس ديال الاشتراك وتابونا معنا في لاشين ديال رجاء، قناه رجاء ام يحيى، باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. المهم فكرت اخوتي اخواتي غنتقم لكم بالرجاء، شر انتقام ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. فكرت غندير اولا جد التليفون عند عبد الواحد اخويا باش كنصور لكم هاد البرانك هذا، باش رجاء ما تشوكش. غادي صيفتها للدار ديال الوالده، قلت لها سيري راه ماما الوالده راه بغاتك شي حاجه على قبل يحيى، مشات كتجري مسكينه اي حاجه فيها يحيى خلاص خلات حوايجها مشات كتجري الناس مع يحيى ومشات يحيى حتى هو خرجته ومتفق حتى يحيى هو متفق مع على البراك اللي غنديروه في رجاء. المهم فكرت واش ندير ليها لانه خرجتها مني عرقتني واحد العرقه مزيانه، انا قلت غندير لها شي حاجه وانتم كتعرفوا دابا انا باقي على باب الله، يعني الامور واصله للدس، اش غندير ما غندير؟ غادي نبيع ليها الاثاث ديال الدار، شي حاجه من الاثاث ديال الدار، خصها تدخل للدار تلقى الحاجه المهمه ما كاينش في الدار، كيف ما تدخل تلقاها؟ فكرت انا المهم غندخل غنعطيها شي حاجه ديال الفلوس، نقول لها انت خديت العربون في هذيك راه هذيك راه بعتها راه ما كاين ما اللي معطى له وهذا راه ما كاينش والو ما كاينش، غادي ندم معاك الحياه النهار اللي تزادت فيه وبقاو معنا ما تزقيش بقاو معنا. ايوا مرحبا بكم. السلام عليكم. المهم هاني جيت للدار وخليت رجاء عند الوالده تمايا مريحه هي الوالده كوت 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 انا تسليت انا وعبد الواحد وخرجنا. المهم عبد الواحد معكم، السي عبد الواحد معكم. السلام عليكم، بخيرين صحه كلشي بخير الحمد لله. اليوم رجاء نرجعوا لها الصرف الصرف ديالها بالصح مصرندوفا الصرف اللي خرج الكرينات الكرينات صافي اليوم غنخرج لها كرينات ان شاء الله غنفكروها غنفكروها نزولها التلفازه هي الاولى غنحيدوا لها التلفازه هي الاولى وغادي نجمعوها غير كاس عبد الواحد ان شاء الله نحيدوا التلفازه بعدا نحطوا بعدا هذا هنايا ها انتم معنا. المهم بعدا غادي نشحفك ما شحفتني. المهم اجي نحيدوا بعدا التلفازه هي الاولى غنديروها من الاول باش ليزار وغادي ندخلوها لاكور حيت لاكور فيه الباب كيتسد ما غتبان عرفتي علاش حيدت التلفازه حيت ملي كتدخل مع الباب اول حاجه غتدخل غتلقى التلفازه ما كايناش. اجي نحطوها هنا بلاتي بلاتي هاد البياسة هادي لا هاديك غير جرب راه غير جرب راه غير جرب هذا غنخلو ليها غنخلو لها الخلطه معلقين بوحدهم غنخلو لها غنخلو لها غير الخلطه معلق نجيب لك شي ليزار ياك راه انا شي حاجه باش نمنع الفوطه بعدا نديرو الفوطه هادي نهزوها هز معايا نخرجوها للاسطواني كاع بواحد ياك لا لا سير. المهم راني ثبت الكاميرا على الباب غادي نخرجوها من هنايا غنديروها في لاكور باش ما تبانش ودابا غنمشيو لمكاين الصابون غادي نخليها تما نحطها غادي نحطها ونقول لها راه حطيت فيها العربون والتلفازة مشات ها انتوما معانا لحظه غتدخل فيها رجاء الدار. المهم ما كاين الصابون كتشوفوا ما كاين الصابون مع راسخة في الحيط مبرونشي تما بواحد السيو ما قدرش نحلوه غادي ندير ليها غادي نخرج ليها كاع عبد الواحد غير مولاي كسال باقي لها شريطه جديده والعجانه العجانه بينا ما كناش في الدار صافي غنحيدو هادو في الدار هذا راه هذا مزير مزير باش يتحيد باش يتحيد. المهم المهم غنفكروها غنفكروها اليوم هذا ما كاينش علاش زدت لها العجانه ياك عبد الواحد باقي ها انت باقي مسكين يلاه عجت مخيميرات ها هما شنو يلاه عجت مخيميرات غتجي ما عرفتش العجانه حداها
غادي يطلع لي غرفه يطلع لها فوغراد ماشي العجاله بارك عليها موليميت بارك عليها خاصك ما قلت باش يبقى شي حاجه بيس اخرى غتحمق كون تحلات هاد لا لا بارك عليها تشوف كون تحلات هاد لا ما كاينش كي ندير خاصك شي كيما معلم صافي بارك عليها غاس حمار بارك عليها غنحمقوا لي وراجع دولي بران اش كدير لك الشمس لا لا بارك عليها بارك عليها المهم انتم معنا دابا غنتسنى اللحظه غنعيط لها نقول لها جي الوقت اللي غتجي نفطر انتم معنا سهران المهم هاد التليفون فين درتو خبيته هنا في الشرجام اليوم غادي نتفرض عليها ان شاء الله غنتسنى جي دابا نعيط ليها هادشي اللي عطا الله وغتصبر عليا ان شاء الله وندير هادشي اللي عطا الله ما نص من ندير انا يا جا سيدي صافي اسمح لي انت واش اللي عندي شريه ما ندير لي بجا
تجيبها هي. انا ماشي انا السلف ديال فيها راه دار هذا ودات مول اكس هي سمك لك حسبوا لها الاكس هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. واش اللي عطا الله ما ما يجيب الله عاوتاني الرزق إن شاء الله سبحانه ونجيب لك شي تلفازة زوينة عاوتاني. واش اللي عطا الله تيجي بان لي أنايا ما عرفتش وصافي ما تقلقيش ما تقلقيش. تبعت مني عثمان وصافي ما تبكيش ما تقلقيش. وأنا عيطت واش هادشي كيتباع هادشي كيتباع واش انت مسطي ولا مالك؟ انت ديما ما كتبكي مالك؟ صافي ما تبكيش ما تبكيش يجيب الله رزق عاوتاني نجيب لك محسن منها وصافي يا راجل صافي. بعد مني ديك الساعة قول لي نعطيك انا سلسلتي نعطيك خاتمي بيعو وما تبيعش داك بعد زول تبيع داك الشيء السلام عليكم بقى كنت هاد الناس هادو خا حقيقه خاصهم يحيى بن ماما بصحتك تا هو داير مقلب وانا خليته عند ماما خالتي خليته عندها اجا واحد الواحد جابو معاه من عينيك ما خباه شوف دابا ها هو رد ليا الصرف يا ولد. عجبكم المقلب ديروا لايك هكذا كنت نساه. عجبكم المقلب ديروا لي انا لايك يلا بسلام عليكم.